مرحبا، يسر روداو عربية أن تستضيف الكاتبة والصحفية العراقية منى سعيد. منى سعيد بدأت بالكتابة للأطفال ثم انتقلت للكتابة إلى الكبار، خاصة كتابة سيرتها الذاتية وكتابة الحوارات التي أنجزتها، وهي مشاريع لقصص أو لرواية. يسرنا أن نرحب بها في روداو عربية في معرض أربيل الدولي للكتاب نسخة 16. أهلاً وسهلاً. أهلاً بكم ومرحباً، وأتشرف جداً بلقائك شخصياً وفي لقاء وفي وجودي في معرض المدى. أهلاً وسهلاً. منى، أنت بديتي مع الكتابة للأطفال، كيف تصفين تجربتك مع الكتابة للأطفال؟ هو بصراحة وعلى مدى سنوات. هو بصراحة بدايتي الصحفية مو للأطفال، كنت في صحافة الكبار بالانتباء سياسي معين، لكن بعدها توجهت لدار ثقافة الأطفال، وكنا من المؤسسين بزمن دار ثقافة الأطفال بالزمن الذهبي. كانت مجلتي والمزمار. مجلتي والمزمار وإصداراتها، الإصدارات سلاسل الكتب، فكنا يعني نقدر نقول من الرواد الجيل الثاني، يعني مو الجيل الأول. المؤسسة اللي هي تأسست ب 68، أنا جيتها ب 79، فمع ذلك أكسبتني خبرة كبيرة في الكتابة للطفل. طبعا الكتابة للطفل لها مقوماتها، مو أي كاتب يقدر يعني يقدر. صعبة، صعبة جدا. ممكن نقول هي هو السهل الممتنع، لكن من متطلباتها أنه الكاتب لازم يحب الأطفال بالدرجة الأولى، يعني نشوف لاحظ يمكن حتى بعض الأمهات ما يطيقون ضوضاء الأطفال وينزعجون حتى لو كنهم أمهات، ويفهم الطفل. ها؟ ويفهم الطفل، ويفهم الطفل طبعا، ويعيش الطفولة، يعني على مثل ما يقول الكاتب الكبير تولستوي، يقول أنا طفل وحتى في عمر 90 سنة، صور 90 سنة هو يقول أنا أشعر بروحية الطفل. فإذا الكتابة للأطفال يعني تتطلب الشعور بروحية الأطفال، بالتعامل مع الأشياء، بجعل الأشياء تتحدث وكأنها بلغة آدمية. ورسالتها طبعا ليست توجيهية بالضرورة مباشرة، إنما برأيي هي جمالية بالدرجة الأولى. يعني دار ثقافة، قبل مجلة المزمار ثم دار ثقافة الأطفال، كانت دار رائدة عربيا. نعم. وتعرفين عندنا أصدقاء جزائريين شعراء ومغاربة. نعم. أنه تعلموا اللغة العربية من مجلة المزمار، لأن فعلا كانت تذهب لهم مجانا. فعلا. طب ما هو سبب اختفائها الآن؟ أول شيء خلينا نحكي على انتشارها عربيا، لأن كانت تطبع بآلاف النسخ وتوزع لكل أنحاء الدول العربية. يعني يمكن أذكر مرة كنت في معرض صفاقس لكتاب الطفل في تونس، كانوا الرواد الأطفال بس يذكروا يعرفون أنه أنا من مجلتي والمزمار، رغم أنه ما كنت يعني ممثلة عن مجلتي والمزمار. يحكون يعني مآثر أنهم كيف تعلموا العربية، كيف تعلموا الكتابة للطفل. كان مو بس مجلة المزمار، إصدارات الكتب. إصدارات الكتب، نعم. فكانت مؤثرة جدا. أما الانكفاء للأسف، يعني حال الثقافة الآن حال الكثير من مفاصل الحياة المنكفئة، اللي بعد 2003 بصراحة، أول شيء قبل 2003 الحصار والحروب، وبالنتيجة وتهميش المثقف وتسليح الثقافة. يعني إذا تتذكر كانوا الكتاب يجبرون الكتابة عن أدب المعارك مثلا، كانت سلسلة قادسية صدام. فانكفأت تدريجيا. يعني حتى بهذه السلسلة، اسمحي لي، سلسلة قادسية صدام كتبوا وكتبنا بطريقة القصة والمغامرة، ما نعم. كانت مسيسة، ما كانت نعم. معسكرة، يعني من عسكرتارية. أي كتبت كمغامرة. حتى بهذه المرحلة كانت دار ثقافة الأطفال مزدهرة، يعني بالثمانينات. نعم. يعني ويا بدأ الحرب العراقية الإيرانية واستمرت، لكن بالتسعينات بسبب الحصار، هذا الحصار بالدرجة الأولى،
يعني شحت المواد الطباعية، بعدين الوضع الاقتصادي البائس، فرار الكثير من الكوادر المهمة، فرارها خارج العراق، يعني اعتمادها من رزقها العيش يعني خارج العراق، وبالتالي فرغت دار ثقافة الأطفال من مؤسسيها الأصليين. طيب هذا يعني بعدين بعد 2003 بعد أسوأ يعني للأسف. هو بعد 2003 دار ثقافة الأطفال دورها تهمش تماما لأسباب سياسية واقتصادية. طب ماكو دور نشر، دور نشر كبيرة وضخمة وتجارية إضافة إلى كونها ثقافية. ليش ما اعتمدت يعني الكتاب نشر للطفل؟ الكتاب تقصد له دور النشر؟ دور النشر نفسه. الحقيقة أنا عندي تجربة مهمة بإدارة التحرير ومن نشر المجلات للأطفال، هي اشتغالي في المؤسسة العربية للصحافة لمدة 5 سنوات مدير تحرير مجلة أطفال. وين هذه؟ في أبو ظبي. دولة الإمارات. دولة الإمارات. كنا نجد من الصعوبة تصريف المجلة أو تصريف الكتاب للطفل، من الصعوبة. ليش؟ لأنه ما انغزى التسويق. إيه التسويق، نعم، ما انغزى التعليم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وعالم الصورة. الآن الصورة المتحركة أكثر من الكتاب المقروء المطبوع، فلذلك يعني كنا نخلي ويا المجلة تشجيعية، هدايا، أقلام، سيديات، كذا، حتى تنباع المجلة. مع العلم هي ذات مضمون جيد جدا وبمستوى فني راقي جدا، يمكن من المجلات المهمة، يعني مو لكون أنا مدير تحرير وإنما المجلات المهمة. حتى مجلة ماجد اللي ما زالت تصدر الإماراتية يعني تحولت إلى قناة ماجد وبأعداد ضئيلة جدا للمجلة نفسها، يعني انكفى دور المطبوع للأسف. طيب ننتقل من مجال الطفل إلى مجال الكتابة للكبار. آخر إصداراتك كان كتاب صانع الجمال اللي هو حوارات بالثقافة. نعم. واللي قبله كتاب جمر وندى اللي هو يعني يتحدث عن فترة من حياتك. نعم. هل وجدت المسافة قريبة بين الانتقال من الكتابة للطفل إلى الكتابة للكبار؟ لا، بالحقيقة أنا أيضا في بوقت الكتابة للأطفال أصدرت كتاب اسمه التكئ على الحنين في دولة الإمارات. صحيح. أيضا كتبت بي كان بوقت 2003، ما نشعر به إحنا اللي بالخارج وش راح يصير بالبلد. فكتاب أيضا هو عبارة عن مجموعة مقالات نشرت أعمدة في صحيفة الاتحاد الإماراتية، وهذا كان امتياز كبير لصحفي عراقي أن يساهم، وكاتبة عراقية، وكاتبة عراقية بذاك الوقت المتأزم جدا 2003. فبس كنت أنشر أسبوعيا، وحتى أنقذني اقتصاديا، يعني كانوا يحسبون مبلغ جيد للعمود. وبالنتيجة أصدرت بكتاب اسمه التكئ والحنين بالوقت نفسه اللي أكتب للأطفال. ثم بعد ذلك اتجهت للعمل لصحافة الكبار، يعني أنا قبل مغادرتي للعراق كنت أعمل في مجلة ألف باء، كنت رئيسة قسم الترجمة ثم سكرتير تحرير مجلة خريج قسم ألماني، مترجمة على الألمانية، عن الألمانية. ف هل نفعتك الترجمة يعني رفدتك أو دعمتك في عملك الصحفي أو الأدبي؟ خلينا نقول أول شيء فادتني الترجمة في الكتابة للأطفال. كلنا نعرف أنه الكتابة للطفل بالعراق حديثة، يعني مو مثل الشعر ولا التشكيل. فأنا باعتقادي أنه الكتابة للأطفال اعتمدت بالدرجة الأولى على الموروث الثقافي ألف ليلة وليلة وغيره، ثم على المترجم. فشخصيا أنا ترجمت كتاب اسمه قطرات ندى أو مظلتي أو شيء ولا أذكره بالضبط، لأول مرة أنشر به القصص القصيرة جدا، القصيرة اللي تتألف من 6-7 جمل أو من 3 سطور، كانت موجهة للأطفال دون سن القراءة، كانوا يسموهم البراعم. 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 فهذه من اعتمادا على الكتب الألمانية، وهي لها قصة طريفة.
يوم من الأيام مصادفة زرت مكتبة الطفل بذاك الوقت اللي هي ملاصقة لمدرسة الموسيقى والبالية. وأشوف في العراق كانت مكتبة الطفل. إيه موسيقى. مدرسة موسيقى وبالية. طبعاً. وكانت دار ثقافة أطفال. أطفال. كان مسرح أطفال. كان سينما أطفال. أكيد. فاكتشفت كنز ثقافي في مكتب الطفل ما حد ملتبه إله، وهو عبارة عن مكتبة كاملة للأطفال. أهدت لي مكتبة الطفل من قبل السفارة الألمانية بعد معرض للكتاب الطفل من قبل السفارة الألمانية. فبذاك الوقت كان ما حد يعرف بها أصلاً. استعرت كم كتاب وترجمت من عنده. ترجمت أصدرت 3 كتب مترجمة، من ضمنها هاي القصص القصيرة اللي مثل ما ذكرت حضرتك ما كانت شائعة يعني، بعدين صارت شائعة. ففادتني جدة الترجمة، هاي الأدب الطفل. الترجمة في مجال الصحافة، طبعاً كنت رئيسة قسم الترجمة، وترجمت من أهم المجلات الألمانية اللي هي دير شبيغل. دير شبيغل بلغتها العالية، مع العلم كانت صعبة علي، لكني كنت أستعين بأساتذة مثلاً الله يرحمه الأستاذ قدامة الملاح العالم الكبير. فمثلاً كنت أترجم مواضيع فيزياوية أروح عليه، أروح للجامعة أستشيره يصلح لي يعدل لي. وكذلك بالأدب يعني، مثلاً أنا ترجمت أول حوار مع ماركيز، لقاء في كانت يعني محررين من شبيغل راحوا الماكندو، أول حوار للماركيز نشر بالصحافة العراقية على مدى عددين. ففادتني جدا هي الجامعة، أعطتنا مفاتيح ما درست، لكن يبقى على لكن هو الجهد. الكاتبة والصحفية منى سعيد، شكرا جزيلا لحضورك معنا، ونتمنى أن نلتقي في مناسبات ثقافية أخرى. شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي مشاهدي روداء عربية، شكرا لمتابعتكم، ونلتقي قريبا. سلام.